السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم كل متابعي القناة الأعزاء، أهلا وسهلا بكل المهتمين بالربح من الإنترنت، تحياتي لكم جميعا. اللي بتابعنا لأول مرة فضلا وليس أمرا اضغط على زر الإشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. اللي يهم الفيديو ده موجه خاصة للجماعة المبتدئين في مجال اليوتيوب، أصحاب القنوات الصغيرة المبتدئة. تمام، فالفيديو ده موجه اليوم اللي هيتفرج على الفيديو ويعجبه اتمنى انه يضغط لايك على الفيديو، ويا ريت لو كومنت كده مشجع ومحفز عشان اقدم لكم حاجات اكبر ان شاء الله واعمق. تمام، اكيد الكل في مخيلته اني رفع فيديو على اليوتيوب ما هو الا انك انت تختار الفيديو من على الجهاز بتاعك سواء كان لاب او كمبيوتر او تليفون وبترفع فيديو على اليوتيوب كده وتبقى المهمه انتهت. بكل تأكيد ان اللي بيعتقد ده اعتقاده خاطئ جدا، لان الفيديو له مراحل وله شروط وله اساسيات في الرفع على اليوتيوب، ولازم تستنفذ او تنفذ كل خطوات كتيرة علشان توصل بالفيديو لمشاهدات عالية. تمام، في الفيديو ده هشرح لكم كل خطوة بالتفصيل ان شاء الله، واعرفكم ازاي ترفعوا الفيديو من الالف الى الياء. اللي بيهتم بالموضوع يفضل يتابعنا سواء من على جهاز الكمبيوتر او من على اللاب او من على التليفون، ايا كانت الوسيلة اللي بيشتغل بيها، ان شاء الله اكون في افادة لكم باذن الله، واتمنى ان الكل يستفاد من الفيديو وتابعوا. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضركم مرة أخرى، وإحنا هنا على واجهة القناة الرئيسية ومجموعة من فيديوهات القناة اللي إحنا نشرينها، فيها طرق كتير كتير وأساليب كتير من أساليب الربح من الإنترنت بمختلف أنواعها وصورها. من فضلك لو بتابعنا لأول مرة فضلا وليس أمرا اضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. ولو عجبك الفيديو اللي احنا فيه ده من فضلك لايك 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 لايك، ما تنسناش بكميات كبيرة من اللايكات عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس. تمام، النهاردة موضوعنا هندخل في الموضوع مباشرة، وهو ازاي او الطريقة الصحيحة ايه لرفع فيديو على اليوتيوب. ايه الطريقة الصحيحة لرفع فيديو على اليوتيوب؟ مش مجرد ان حضرتك بس ترفع الفيديو من موبايلك او من الكمبيوتر او من اللاب وترفعه على اليوتيوب كده خلاص يبقى المهمة انتهت، لا، في مجموعة خطوات كتير علشان ترفع فيديو ويجيب مشاهدات كتير على اليوتيوب. وهنبدأ بشرح الخطوات كده تباعا واحدة واحدة، وحضرتك ركز وتابعنا لنهاية الفيديو علشان في تكات كتير وتركات كتير الكل اكيد او معظم الناس المبتدئة ما تعرفهاش، فالنهاردة احنا هنفصلها لك ونشرحها لك بمنتهى الدقة. تمام، اول حاجة في الفيديو حضرتك بتختار الفيديو من على جهازك زي ما حضرتك شايف كده، فاحنا خلاص استقرنا على الفيديو كده، مجرد مثال بسيط على الفيديوهات. فانت فاول حاجة كده بترفع الفيديو، خلاص ضغطت على الفيديو وحملته على جهازك وبدأ التحميل وانتهى التحميل، بتحط عنوان قوي جدا للفيديو بتاعك، عنوان قوي يعني عنوان جذاب، عنوان بيخلي المشاهد كده اجبارا يضغط على الفيديو ويفتح مشاهدة الفيديو، اشبه كده بالمنشط الصحفي اللي بيجبر القارئ انه يقرأ باقي تفاصيل المقال او الموضوع اللي صحفي كاتبه. تمام، فحضرتك المفروض بتكتب عنوان قوي، واحنا كده عنوان القوي بتاعنا او اللي مختارين الفيديو ده بما اننا بنشرح ازاي نرفع فيديو على اليوتيوب، فبختار كده اللي هي الطريقة الصحيحة لرفع فيديو على اليوتيوب. هبدأ في كتابة العنوان قدام حضراتكم كده معايا، وتابعوني واحدة واحدة وهنشوف مع بعضينا ازاي هنرفع الفيديو وايه الخطوات المطلوبة. وما تنساش اوعى تجري الفيديو علشان ما يفوتكش حاجة من الشرح. تمام، اهو الطريقة الصحيحة، معلش هو بس عشان احنا بنسجل فالنت هتلاقيه بس في بعض التهنيك في الجهاز او بطء في النت، فمعلش يعني يتحملوني شوية وبعتذر لكم مقدما عن اي خلل في الفيديو. تمام، فبستكمل كتابة العنوان زي ما حضراتكم شايفين، الطريقة الصحيحة لرفع فيديو على اليوتيوب. تمام، انا حطيت كده العنوان القوي اللي انا قلت عليه، وبتيجي حضرتك كده في بعد ما بتخلص كتابة العنوان. تمام، المفروض ان حضرتك في صندوق الوصف اللي هو اسفل الفيديو، فحضرتك بتحط المفروض بياناتك مسبقا، وطبعا دي اللي هو التحميلات التلقائية للفيديو، وهنبقى نشرح تباعا يعني ايه التحميل التلقائي او تحميلات الفيديو التلقائية او البيانات اللي تضاف للفيديو
وهو بيتحمل دي. هنعمل لها موضوع مفصل ان شاء الله وهنشرحها بالتفصيل، تمام؟ فانا كاتب كده في صندوق الوصف، هتلاقيه عندي في كل فيديو، اللي هو البيانات الخاصه بيا او التفاصيل الخاصه بيا، زي عنوان صفحتي على الفيسبوك و جروب القناة على الواتس وجروب القناة على الفيسبوك وجروب القناة على التليجرام، إلى آخر البيانات الخاصة بالقناة. فأنا ضيفها مسبقا على القناة عندي، على الفيديوهات اللي بتتحمل عندي، تمام؟ فهي محفوظة بالتالي، تمام؟ ولو حضرتك متخصص في موضوع معين أو قناتك مخصصة في موضوع معين، فأنت بتضيف ده في صندوق الوصف عشان تجذب بيها المشاهد، بحيث لما هو يعمل بحث على عبارة معينة، ولتكن مثلا حضرتك متخصص في الطبخ فبتكتب طبخ أو طريقة عمل كذا، أو لو متخصص في الألعاب فهتكتب ألعاب كذا أو ألعاب كمبيوتر أو ألعاب بنات إلى آخره، فأنت بتكتب ده في صندوق الوصف عشان تستهدف قدر كبير. فأنا طبعا عشان قناتي زي ما حضرتك شايف فيه متخصصة في الربح من الإنترنت، فأنا كاتب مجموعة عبارات تستهدف هذه الجمل، زي كلمة بيتكوين، عملة مشفرة، لايت كوين، الربح من الانترنت، الربح المال من المنزل، إلى آخره من العبارات اللي حضرتك شايفها، زي ما حضرتك شايفها كده في صندوق الوصف، تمام؟ العبارات دي بكون أنا يعني عاملها، تعمل لها تخزين في التحميل التلقائي للفيديو، تمام؟ فبالتالي مش محتاج أكتبها في كل مرة، دي موجودة معايا، تمام؟ أوكي. وبننتقل مع بعض بعد ما اتعرفنا على صندوق الوصف وايه اللي بيتكتب فيه، فبننتقل للخطوه التاليه او الحاجه اللي هنفذها بعد كده. خلاص انا خلصت اهو صندوق الوصف واستعرضته مع حضراتكم قدامكم، وبنيجي للخطوه التانيه اللي هي الصوره المصغره للفيديو. الصوره المصغره للفيديو لا تقل اهميه بحال عن العنوان، عن عنوان الفيديو. الصوره المصغره لازم تكون جذابه، لازم تكون شيقه، لازم تكون فيها ابهار للي بيشوف او المتابع او المشاهد، ان الصوره دي بتجبره ان هو يفتح الفيديو ويشوف ايه اللي داخل المحتوى بتاع الفيديو ده، تمام؟ وانا هصمم لكم صوره مصغره طبعا، وهرجع لحضراتكم تاني صورة مصغرة تتناسب مع الفيديو اللي بشرحه ده، اللي هو الطريقة الصحيحة لرفع فيديو على اليوتيوب، تمام؟ هصمم صورة مصغرة وهرجع لحضراتكم مرة تانية ونشوف انا صممت الصورة ازاي. اوكي يا جماعة، الصورة المصغرة سهلة وليها ابعاد معينة، اللي هي البعد، الابعاد اللي لحضراتكم اللي بتبقى مالية المستطيل ده. لحظة هرجع لكم. عفوا، تمام. وبعد ما رجعت لحضراتكم تانية لتاني وانا جهزت الصورة المصغرة الخاصة بالفيديو، الصورة دي لازم يكون ليها مقاييس معينة عشان تملى المستطيل اللي حضراتكم شايفينه باللون الاسود ده، تمام؟ فالصورة المصغرة اللي انا اخترتها صورة عبارة عن مقاسات 850 في 450، ودي بتصممها ببرنامج فوتوشوب معين، وليكن برنامج الفوتوشوب، تمام؟ فانا صممتها وخزنتها على الجهاز وهبدأ ارفعها دلوقتي اهو قدامكم على الفيديو عشان تبقى صورة الفيديو الخاصة بيا، تمام؟ اهو بستعرض الصور اللي عندي زي ما حضراتكم شايفين، وانا بختار الصورة دلوقتي اهو اللي هي ظهرت قدامكم دي، تمام؟ فانا هضغط عليها واحملها وهتبقى هي الصورة المصغرة للفيديو الخاص اللي برفعه دلوقتي، تمام؟ تم اكتمال التحميل، وهو حضراتكم زي ما شايفين الصورة المصغرة نزلت على الفيديو وهتبقى هي الصورة المصغرة للفيديو. صورة لازم تكون زي ما قلت لحضراتكم جذابة، تجذب المشاهد، تخليه يجبر انه تستفزه انه يفتح الفيديو. ننتقل بعد كده للخطوة التالية، وانت بتختار لو عندك قوائم تشغيل، ويفضل انك انت تعمل قوائم تشغيل للحاجات اللي حضرتك رافعها، للفيديوهات اللي حضرتك رافعها، وانا عندي مجموعة قوائم تشغيل بالفعل، هختار منها قائمة اللي هي قائمة الشروحات، تمام؟ الشروحات اللي بشرحها على الانترنت، والفيديو ده طبعا يعتبر شرح لطريقة الرفع، فانا بختار القائمة دي وبضغط تم وهينزل كده على قائمة شروحات، تمام؟ والموضوع كده طبعا ما انتهاش، وبننتقل لعنصر اخر من عناصر رفع الفيديو وهي الخيارات الاضافيه. بضغط على الخيارات الاضافيه فبيفتح لي مجموعه اختيارات تحت منها، تمام؟ بيقول لي الفيديو ده مخصص للاطفال، طبعا لا، الفيديو مش مخصص للاطفال. وهنيجي للحاجه المهمه جدا اللي بعد كده، وهي العلامات. ايه العلامات؟ اللي هي التاجات، اللي هي الورد، الكي ووردز، اللي هي الكلمات المفتتحيه. الكلمات المفتتحيه اللي حضرتك بتحطها في الصندوق ده علشان الباحث او المشاهد اللي بيبحث عن موضوع معين، لما يكتب كلمه من الكلمات اللي حضرتك كاتبها دي، البحث اليوتيوب او بحث جوجل عامه هينقله للفيديو بتاعك ده، ويبقى من ضمن الفيديوهات المقترحه ليه علشان يشاهدها، لانها بتقدم المحتوى اللي هو عايزه، تمام؟
فانا بمسح طبعا الحاجات دي، انا مخزنها من الاول بما اني بتكلم عن الربح على الانترنت، فانا مخزن بعض العبارات فهقوم بمسحها عشان مش هتتناسب مع الفيديو اللي انا بشرحه. تمام، بعد ما مسحتها كده فهبدا اضيف كده، انا بديكوا عينات بس مش اكتر من كده عشان تعمل ايه. قلت لكم انه في موقع تمام بتجيب منه الكلمات المفتتحيه دي، يعني تكتب موضوع بحث معين، انت بتتكلم مثلا عن الطبخ، تكتب مثلا وليكن طريقه عمل الكيكه، الربح من الانترنت الى اخره، وحسب المجال اللي انت بتشتغل فيه. تمام، انا بكتب كده مجموعه اللي هو الربح من الانترنت، مثلا انا مجموعه كلمات منها كلمة الربح من الانترنت، منها زيادة مشاهدات اليوتيوب، زيادة مشاهدات الفيديوهات الى اخره. وهندخل على موقع، هديهولكم وهسيب لكم رابط الموقع ده اسفل الفيديو في صندوق الوصف. تمام، من خلال الموقع ده حضرتك هتقدر انك انت تكتب عبارة معينة انت خاصة بالفيديو اللي انت بتقدمه. تمام، تكتب العبارة دي وهو بيدي لك الكلمات المفتتحية القوية اللي وردت او اللي الناس سحب، اللي الناس بحثت عنها بأكبر كمية. تمام، على الانترنت او على اليوتيوب عامة. تمام، فبتكتب انت الكلمة دي وهو بيطلع لك كلمات مفتتحية كبيرة كتيرة جدا قوية، يعني قوتها بتتفاوت من الأقوى للمتوسط للأضعف، فأنت بتختار الأقوى. تمام، الموقع ده موقع حلو جدا هيعجبك، انك انت بتستخرج بيه الكلمات المفتتحية دي. وطبعا الكلمات المفتتحية دي انا بركز عليها وبعيد الكلام اهو اكتر من مرة علشان ليها اهمية، ان الباحث او ان الفيديو اللي حضرتك نشره من غير الكلمات المفتتحية دي ولا له اي قيمة، مش هيصدر، ولا اليوتيوب ولا جوجل هيقترحه للمشاهد اللي بيبحث، طالما انت مش كاتب كلمات مفتتحية سواء في العلامات او في صندوق الوصف. تمام، فبالتالي بنقول ان العلامات دي مهمة جدا، مهمة جدا لأي حد بيرفع فيديو علشان يجذب بيها المشاهد او الباحث. تمام، هندخل مع بعضين على الموقع اللي قلنا عليه وهنشوف هنشتغل عليه ازاي. لحظة وهرجع لكم. دخلنا على الموقع اهو زي ما حضراتكم شايفين، الموقع اسمه اتش سوبر تولز، وده خاص بكلمات مفتاحية على اليوتيوب وعلى جوجل. فبتكتب مثلا العبارة اللي انت عايزها، ولتكن زيادة مشاهدات اليوتيوب او زيادة اللايكات، الى اي عبارة انت عايزها في المجال اللي انت عايزه، بتكتبها كده وبتعمل بحث عليها وبيطلع لك عدد او كمية عبارات او كمية كلمات تم البحث عنها واخذت رانك عالي او كمية بحث عالية، وبيجيب لك درجة قوتها جنبيها، انت بتختار منهم اللي هي difficult الاصعب والمتوسطة الى حد ما، بتاخدها معاك وانت ماشي كده. تمام، وبتاخدها نسخ اهو، حضرتك اقترح لي كذا حاجة اهو زي ما انت حضرتك شايف، فاحنا بننقي اللي هو واخد اكبر عدد، اكبر فيوهات. طبعا الخمسين دي لا مش هاخدها معايا، هاخد الاكبر عدد، هبدأ اعلمهم زي ما حضرتك شايف كده اهو. تمام، ايوة كده، وبنزل كده لحد اخر الصفحة وباخد معايا وانا ماشي، كمل اضغط على، بضغط على السهم اهو زي ما حضرتك شايف، فبينزلني لتحت، بحدد الكلمات اللي عليها بحث عالي وواخدة كلمة هاي جنبيها، هاي يعني بحث مرتفع، بحث بكمية كبيرة. تمام، فباخدها كلها دي بحددها كده بعلمها معايا وانا ماشي، ايوه اهو بكمل للاخر، اهو بكمل للاخر عفوا اهو، بستعرض باقي كلمات الموقع. انا هديكم بس كده مجرد نماذج عشان تشوف تشتغل على الموقع ده ازاي وتجيب منه كلمات ازاي. خلاص انا هعلمهم كلهم اللي هم واخدين رانك عالي في البحث او كمية بحث عالية وواخدة هاي جنبيها او ميديوم بحد ادنى. تمام، بعد ما بخلص تعليمهم كده هخلصهم، بس انزل لتحت شوية كمان واشوف في حاجة واخدة رانك عالي ولا مفيش. تمام، اهو في واحدة اهي كمان، في حاجة تانية هبص اهو، بستكشف البحث معاكم، ايوه في واحدة اهي كمان كده، الصفحة خلصت. فبطلع بنزل لتحت تاني كده شوية، في حاجة تاني واخدة رانك عالي. معلش انا اسف اني وقت الفيديو بيطول، بس انا بحب يعني ابين كل التفاصيل. خلاص خلصت كده كل العبارات اللي واخده بحث عالي، وهاجي اعمل ايه، اضغط على اللون الاحمر ده كوبي استاج، يعني نسخها او نسخ الكلمات دي او العبارات دي كعلامات عشان احطها في المستطيل. باجي داخل المستطيل كده، يا اما اضغط كليك يمين ولصق، او لو بشتغل من كمبيوتر او لاب وبضغط كنترول وحرف الفي. تمام،
عملت كده نفذت ده وهتظهر العلامات قدامكم دلوقتي اهي بعد ما تم نسخها. دي مجرد عينه يعني، انت المفروض انك انت تستنفذ عدد الحروف اللي هو طالبها. يعني هو طالب 500 حرف، يعني بحد اقصى 500 حرف، يعني لو عملت 490 480 حلو قوي، بس يعني ما تقلش عن كده وما تزيدش عن كده، مش هيعتمده لك. تمام. الفيديو ده بيندرج تحت ايه؟ بيندرج تحت الترفيه. لا، ده تكنولوجيا وتطوير، فانا بختار اللي هو الجانب بتاع التكنولوجيا والتطوير من خيارات النيتش بتاع الفيديو او نوع الفيديو او الصنف بتاع الفيديو. تمام اهو حضراتكم، فانا بختار النيتش بتاعه. معلش في الرساله بتظهر دي، اخترت النيتش اهو قدامكم. تمام، وبكمل باقي الخطوات. تمام، فانا كده خلصت كده، الصفحه دي خلصت، فبضغط التالي. بضغط التالي، ضغطت على كلمة التالي نقلني على الصفحة اللي بعديها، ودي عناصر الفيديو. لحظة معايا وهرجع لكم. هنا طالب مني، تمام، هنا طالب مني اني اضيف شاشات نهاية وبطاقات. تمام، شاشة نهاية كده في العنصر الثاني، فهو مديني خيارين، فبعمل اضافة لشاشة النهاية. شاشة النهاية هضغط عليها على اضافة، دي اللي في الاخر. تمام، فبيفتح لي كده اني اضيف 4 بطاقات في نهاية الفيديو. يعني ايه 4 بطاقات؟ اني 4 فيديوهات بعرضها للي بيتفرج على الفيديو ده، ان هو بقول له دي عينة من الفيديوهات اللي عندي، فبديله 4 بطاقات منهم 3 فيديوهات، او ممكن يكونوا 4، المهم 4 عناصر. ال4 عناصر دول عبارة اما 4 فيديوهات او 3 فيديوهات والاشتراك بتاع القناة، اقول له اتفضل اشترك. تمام، فبدخل على اول واحد وبعمل اضغط على علامة الزائد. تمام، بتختار اما قائمة تشغيل او اشتراك او فيديو، ايهما حسب الترتيب زي ما انت عايز. انا اختار الفيديو، فاول اختيار للفيديو بيديني اخر فيديو او احدث فيديو انا نشرته على القناة بتاعتي. تمام، بضغط على زائد مرة تانية. تمام، فبينقلني، لو تختار فيديو او قائمة تشغيل براحتك، انا هختار فيديو، فبينقلني على الفيديو الاكثر مشاهدة اللي هو بيقترحه اليوتيوب كافضل فيديو. تمام، بضغط على علامة الزائد تاني. تمام، وليك انك انت تختار فيديو او قائمة تشغيل، انا هختار فيديو، فبيفتح لي تمام قائمة الفيديوهات اللي انا محملها كلها على القناة، وبختار منهم فيديو من الفيديوهات. تمام، اديني ضغطت اهو، فبيفتح لي قائمة الفيديوهات اللي انا قمت بنشرها قبل كده على القناة، فبختار اي فيديو كده بصفة عشوائية. يعني انا بس بشرح لكم مش اكتر من كده، اختار الفيديو اللي يعجبك من قناتك وحطه في البطاقة رقم 3. تمام، اهو انا اخترت الفيديو ده وهديله تأكيد. خلاص، سامحوني بس علشان النت، اهو هختار فيديو كده اهو، فخلاص هو بيأكد لي وبيحفظه. تمام، اضاف البطاقة رقم 3 وهي فيديو. في البطاقة الرابعة طبعا انا مش هختار فيديو، هختار احسن حاجة اللي هو زر الاشتراك، انه بيعرض زر الاشتراك على البطاقة الرابعة اللي بتبقى في اخر الفيديو رقم 4، فبقول له الاشتراك، فهيظهر الاشتراك كده قدام حضراتكم. اضغط زائد، هضغط على زائد واضيف كلمة اشتراك. ممكن تضيف فيديو، ممكن تضيف قائمة تشغيل، انا بفضل شخصيا اضيف زر الاشتراك. هيظهر قدامكم دلوقتي اهو اضاف زر الاشتراك، مجرد ما اللي بيشوف الفيديو هيضغط على كلمة اربح دي فهبيقول له اشتراك، فبيشترك معاك في القناة وبيبقى بدون شيء. خلاص، بضغط حفظ كده بعد ما خلصت ال4 بطاقات وحفظت هحفظهم. تمام، فبينقلني كده، بيرجعني تاني على الشاشة اللي انا كنت فيها او على القائمة اللي انا كنت فيها. خلصت البطاقات، فهنقل كده على سوري خلص شاشات النهاية، وهنقل على البطاقات، فبقول له إضافة بطاقة. يبقى الأربع شاشات نهاية دول اللي هم اخترتهم، ودي البطاقات اللي هي إيه. البطاقات دي عبارة عن حرف الآي اللي بيبقى عبارة عن الفيديو المقترح اللي بينزله اليوتيوب كفيديو مقترح،
ده انت اللي بتختاره، انت اللي بترشحه للي بيشاهد الفيديو، بتقول له اهو فيديو مقترح مني ليك انك انت تشاهده، وهو عايز يشاهده بعد ما يخلص او قبل ما يخلص او اثناء التشغيل براحته. تمام، الحاجات دي اللي بنعملها دي بتزود مشاهدات الفيديوهات عندك بنسبة كبيرة جدا جدا، وهتلاحظ الفرق بمجرد ما تثبت شاشات النهاية دي والبطاقات دي. تمام كده خلاص، هو متاح لك 5 فيديوهات مقترحة على الفيديو بتاعك. تمام، بعملهم ازاي؟ اديني ضغطت اهو زي ما حضرتك شايف اضافة، فبيفتح لي اضافة، فانا بختار، بيفتح لي قائمة الفيديوهات، فاخترت الفيديو ده كفيديو مقترح او كبطاقة رقم 1 انا برشحها للمشاهد اللي بيشاهد الفيديو بتاعي. تمام، طبعا كده لو سبتها كده في الفيديو التاني هيبقوا فوق بعض، فانا ببعد المسافة شوية كده اهو، بتجر الماوس كده على الناحية الزرقاء بتنقله كده الناحية التانية عشان تضيف البطاقة التانية، عشان يبقى في تباعد بين البطاقات اهو، زي ما انا عامل كده حضرتك شايف اهو، نقلته شوية كده وبضغط على اضافة بطاقة تانية، فبيفتح لي مرة تانية قائمة اهو، بقول له انشاء، فبيفتح لي قائمة الفيديوهات اللي عندي على القناة اهو. معلش بس لحظة عشان النت بعافية شوية، فانا بختار برضو فيديو عشوائي، اي فيديو عندي على القناة، وبعمل له كاقتراح للمشاهد انه يشاهده اهو، اخترت الفيديو ده. تمام، وبقول له انشاء، انشاء بطاقة، فبيروح منزله لي على التايم لاين بتاع الفيديو او على الخط الزمني بتاع الفيديو بتاعي كفيديو مقترح للمشاهد. ابدأ اضيف التالتة، البطاقة التالتة، فببعد الفيديو ده مرة كمان عشان اضيف البطاقة التالتة عشان ما يبقوش فوق بعض. تمام، وبضغط على انشاء بطاقة زي ما حضراتكم شايفين كده. من انشاء بطاقة هيروح فاتح لي الفيديوهات بتاعتي مرة تالتة. تمام، وهختار برضو اي فيديو من الفيديوهات اللي عندي على القناة وليكن ده مثلا. تمام، هيحمله كده على التايم لاين اهو، خلاص كده ثبته، فهبدأ أضيف البطاقة الرابعة، فأنقل ده خطوة لقدام شوية، اللي البطاقة الرابعة اللي أنا هعملها أيوة كده، أنقلها شوية لقدام كمان عفوا، وبضغط إنشاء بطاقة رقم 4. تمام، بساوي كده الفيديوهات جنب بعضيها، بعمل مسافة تباعد بينهم، واختار البطاقة الرابعة. معلش بتتحرك مع التايم لاين، فبرجعها مكانها كده تاني، وهبدأ اضيف البطاقة الرابعة او الفيديو المقترح رقم 4 على التايم لاين الخاص بالفيديو اللي انا بشرحه ده. تمام اهو حضرتك، فبضغط على انشاء بطاقة، تمام رقم 4 انشاء بطاقة، بالتالي هقول له فيديو. تمام، عندك فيديو وعندك قناة، مش هيسمح لك انك انت تقترح قناة لحد الا زي ما لازم تكون معدية اكتر من 1000 مشترك عشان تضيفها على التايم لاين وتقترحها للناس. اخترت الفيديو رقم 4 كده بطريقة عشوائية كده، اي فيديو. تمام، وبباعد، بعمل تباعد للفيديو الخامس. تمام اهو، هبدأ اضيف الفيديو رقم 5 ايوه ده مكانه هنا اهو. تمام، بنسق بس مكان اماكن الفيديوهات المقترحة عشان ما يبقاش في تباعد كبير ولا لازقين في بعض قوي. اوكي يلا، بضيف البطاقة الخامسة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبضغط انشاء، فيفتح لي قائمة الفيديوهات، بختار اي فيديو بطريقة عشوائية، اي فيديو انت عايزه عندك، اعمله اضافة على التايم لاين في البطاقة رقم 1 او 2 او 3 او 4 او 5، وهينزل لي او نزل لي ال5 فيديوهات 1 2 3 4 5، بعمل تباعد بينهم وبنسقهم كده علشان ما يبقوش قريبين من بعض قوي، ويكون في فاصل بينهم وبين شاشات النهاية الاربعة اللي انا حطيتهم في نهاية الفيديو في الخطوة اللي قبل كده. تمام خلاص كده انا خلصت اضافة البطاقات الخمسة، مش متاح لك اكتر من 5 بطاقات، ال5 بطاقات زي ما قلت لحضرتك عبارة عن اما 4 فيديوهات وقناة تكون اكتر من 1000 مشترك من القنوات اللي انت حابب تعمل لها اشهار، او 5 فيديوهات بدل القناة دي. تمام كده انا خلصت،
وهو حفظ اماكن البطاقات. اوكي كده، واقول له هضغط على عودة الى استوديو يوتيوب زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. تمام، اهو تم الحفظ. هقول له عودة الى استوديو يوتيوب، ضغطت عليها اهو. تمام، فبيرجعني لاخر شاشة انا كنت عليها اللي هي شاشات النهاية. تمام، والبطاقات، وهتلاقي كده علامة صح جنب شاشات النهاية وعلامة صح جنب البطاقات. يبقى انا كده استوفيت الخطوة دي بمنتهى الدقة ومنتهى الجودة. تمام، وكده انا نفذت اللي هو عايزه، وبالتالي فيديوهاتي فعلا هيتم اقتراحها على الفيديو اللي انا بنشره ده دلوقتي، وهتشوفوا بنفسكم وحضراتكم. وجربوا الخطوات دي زي ما انا عامل بالظبط، هتلاقوا نتيجة جيدة في زيادة عدد المشاهدات. لسه ما كملناش، هنكمل باقي الخطوات مع بعضينا بعد ما يدخلنا على الخطوة اللي قدامكم دي. اهو هيبدأ يحمل الصفحة، هتلاقي علامة صح كده على شاشات النهاية وعلامة صح على على البطاقات. اهو زي ما حضرتك شايف اداني علامة صح على الاتنين، فبقول له التالي، ومن كلمة التالي دي هيبدأ ينقلني على الاخر حاجة في رفع الفيديو، وهي نشر الفيديو او الاعلان او مستوى العرض بمعنى اصح. تمام، منه بيقول لك الفيديو انت عايزه خاص ولا عايزه غير مدرج. غير مدرج يعني لسه مش هيتنشر دلوقتي، بس الكل هيشوفه مجرد النشر. لو قلت خاص هينشره وهيبقى خاص بيك انت بس، ولو علني هيبقى علني للكل. تمام، ممكن تختار توقيت عرض معين للفيديو، بمعنى انك انت تحدد وليكن مثلا هنشره بعد ساعتين، بعد ثلاثة، بعد خمسة، حتى لو انت خارج البيت، حتى لو حضرتك خارج البيت. تمام، فبيتم عرض الفيديو في التوقيت اللي انت حددته، فبختار بدء عرض. تمام، عرض العرض الاول، فبيقول لي حدد لي ميعاد العرض. كده بيفتح لي حاجة تحت منها اهو، بدء العرض الاول، بضغط عليها كده او بعلمها كده. تمام، فبيقول لي حدد لي موعد العرض بتاعك اهو، دي الساعة وده التاريخ، الساعة والتاريخ، يعني الساعة كذا او في يوم كذا، ممكن تختار اليوم اللي انت عايزه برضو، مفيش اي مشكلة. انا طبعا هنشر دلوقتي حالا علشان انا بس بشرح لحضراتكم الفرق او الطريقة الصحيحة انك ترفع فيديو او تعمل عرض اول على الفيديو. حضرتك لك مطلق الخيار في تحديد العرض الاول او انك انت تنشر نشر فوري. اما لو عملته خاص هيبقى خاص بيك انت، محدش هيشوفه. لو عملته غير مدرج يبقى هيبقى مش منشور، بس مجرد ما تحدده منشور هيبقى الكل هيشوفه. تمام، وعندك رابط الفيديو، تستطيع انك انت تعمل شير للفيديو ده من خلال الرابط ده في كل وسائل السوشيال ميديا الخاصة بيك، سواء كان فيسبوك، تويتر، انستجرام، او واتساب، او اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي. بكده هيكون الفيديو بتاعنا انتهى. تمام، بكده هيكون الفيديو بتاعنا ان شاء الله انتهى، وهيكون غطينا كل تفاصيل وكل خطوات رفع او الطريقه الصحيحه لرفع الفيديو على اليوتيوب من الالف للياء. في التفاصيل خد بالك منها كويس جدا عشان هتفرق معاك. اتمنى ان يكون اني اكون افدتكم جميعا يا رب المبتدئين. انا بخص بالفيديو عشان بس ما حدش يقول لي ان دي حاجات تافهه او حاجات سهله. انا بتكلم في واحد لسه داخل اليوتيوب او عنده قناه لسه فيها 5 مشتركين او 10 مشتركين او 100 مشترك، لسه ما يعرفش يعني ايه طريقه رفع فيديوهات. فالفيديو ده موجه ليه طبعا، يعني سبحان الله محدش كبير على العلم، محدش اكبر من انه يتعلم، سواء كان كبير او صغير، مش بالسن لكن بمقدار العلم. ممكن يكون واحد اكبر مني ومنك، او حد اكبر مني ومنك ويكون اقل في العلم، وممكن يكون حد اصغر مننا ويكون اكثر علم مني ومنك. تمام، اتمنى ان اكون وصلت فكرتي فيما يخص موضوع الفيديو النهارده، واكون افدتكم جميعا. وتحياتي وبالتوفيق للجميع يا رب، وشكرا.